استعاده قويه جدا عند كل لعيبه فوتشر بعد التعادل مع الاهلي النهارده بنتيجه 0-0 على ارضيه استاد السلام. خليني اكلمكم على كواليس اللقاء اللي كل جمهور الاهلي اول لما نزلت حراس الاهلي كده او نزلوا حراس الاهلي عشان يجروا عمليات الاحماء بدا يكون في تحيه كبيره جدا للشناوي اللي بداوا يقولوا يعني وحش افريقيا اهو، بداوا يهتفوا له بشكل كبير جدا وبدا الشناوي يتوجه ويحيي جمهور الاهلي قبل بدايه المباراه، وبدا يكون في هتاف خاص لمصطفى شوبير وعلي لطفي حراس الاهلي اللي بداوا على طول يتوجهوا كده للجمهور ويحييهم قبل انطلاق المباراه. بدا بقى جمهور الاهلي كده لحظه نزول لعبتهم لاجراء عمليات الاحماء بالكامل يهتفوا الدوري الاهلي، بدا يكون في هتاف ودعم كبير جدا من كل جمهور الاهلي كل لعبتهم من قبل بدايه المباراه، واللي بدا اكتر من حد من مشجعي الاهلي كده ينادوا على جنش اثناء اجراءه لعمليات الاحماء، وبدا جنش على طول يرد عليهم التحيه كده اثناء يعني ما بدا احد الجماهير او عدد من الجماهير ينادي له وهو بيجري عمليات الاحماء. لكن خليني اقول لكم طبعا النهارده بدات كل دكه فيوتشر تتوجه في صوره محترمه جدا وتصافح دكه الاهلي قبل بدايه المباراه، لكن بدا على طول قفشه بقى يدخل في وسط هزار ما بينه وما بين الكابتن علي ماهر وما بين مدرب احمال فيوتشر، واللي بدا يقول له يعني كده انت ماسك صفاره وبتصفر اثناء اجراء عمليات الاحماء ومعاك فرقه ثانيه في ارضيه الملعب، وبدا يضحك ويهزر معاه وكان خد منه الصفاره بدا يديها له كده قبل ما يرجع ثاني لدكه فيوتشر. لكن خليني اقول لكم طبعا النهارده الاداء او المباراه واضحه على الجهازين الفنيين، الكابتن علي ماهر بيقف وبينفعل كتير جدا وبيزعق للاعبته وبيبدا اكتر من مره ينادي على عمر كمال ويزعق له ويطالبه بالتركيز كده في عمليات يعني انهاء الهجمات ومتابعه لعيبه الاهلي، وبيبدا يوجهه اكتر من مره، وده بقى اللي بيعمله الكابتن او مستر كولر اللي على طول بينادي لاكتر من حد من لعيبه الاهلي وبيبدا ينادي في لقطه كده لحسين الشحات ويطالبه اللي هو يتوجه له سريعا كده، وبيبدا على طول يوجه له بعض التعليمات الفنيه بشكل يعني دقيق كده اثناء الشوط الاول، وبقى بيبدا برده التعليمات ديت والانفعالات دي تظهر على الكابتن علي ماهر اللي بدا يزعق كده احد لاعبيه وبدا ينادي له وبدا علشان عشان يتوجه له كده وبدا يقول له يعني تعالى، وبدا يوجه له برده بعض التعليمات الفنيه. واضح التركيز على المديرين الفنيين النهارده اثناء اللقاء. لكن خليني اقول لكم اللي طبعا بدا بقى الكابتن او دكه الاهلي تحتفل بشكل كبير جدا اول لما جه هدف قبل ما يتم الغاءه، وبدا يحتفلوا وبدا يظهر عليهم السعاده، وبدا الغضب الكبير يظهر على كابتن علي ماهر اللي وقف وبدا يزعق لعيبته وبدا يطالبهم بالتركيز قدام الاهلي قبل يعني ما يتم الغاء الهدف النهارده، وبدا بقى يكون في اعتراض ومطالبه كده من الكابتن علي ماهر ومن دكه فيوتشر باحتساب هدف فيوتشر اللي تم الغائه وكمان بتاعي التسلل. لكن خليني اقول لكم طبعا الاوضاع كانت مشدوده وكان التركيز واضح على دكه الاهلي اللي قاعده كده ومركزه بشكل كبير جدا، يعني مدراء الاهلي قاعدين مركزين في المباراه وبيتكلموا مع بعض بشكل مستمر، وبيبدا بقى اكتر من مره كده يقوم مساعد الكابتن علي ماهر ويتكلموا مع لعبتهم ويطالبوهم بالتركيز ويطالبوهم كده يعني بالمتابعه والتركيز قدام الاهلي. لكن طبعا اول لما انتهى الشوط الاول بدا بقى طبيب فيوتشر هو اللي يتوجه عشان يطمن على جنش، لان جنش كان سقط كده وكان بدا فيوتشر يعني يخلوا الحارس البديل يجري عمليات الاحماء ترقبا كده لخروج جنش، لكنه اول على طول لما بدا على طول يعني يكون او يطمنوا عليه ما بين الشوطين بدا على طول يخرج جنش بسلام كده ويطمنهم ما بين الشوطين. الشوط الثاني بقى الجمهور الاهلي المتواجد في المدرجات بيهتف وبيطالب لعيبته بالتركيز وبيطالب لعيبته اكتر من مره كده بيهتفوا هتاف العب يا اهلي والدوري يا اهلي هتاف دايم ودعم مستمر من الجمهور الاهلي لكل لعيبتهم النهارده. لكن طبعا الاوضاع كانت مشدوده بشكل كبير جدا على الكابتن علي ماهر اللي بيزعق بشكل قوي جدا للعيبته وبيبدا ينفعل عليهم وبيبدا يزعق لهم اكتر من مره. القلق واضح على مستر كولر اللي واقف وباين اللي هو قلقان وباين اللي هو مش عاجبه الاداء كده، وبيبدا على طول يتكلم ويقعد بقى اكتر من مره كده مع الكابتن سامي قمصان عشان ياخدوا راي بعض كده في عمليه تمركز اللاعبين وعمليه اجراء التغييرات. لكن لو اتكلمنا على اجراء التغييرات النهارده كان واضح بقى عدم الرضا على اكتر من حد من لعيبه الاهلي لحظه اجراء عمليات التغيير. عبد القادر كان واضح اللي هو غضبان كده من عمليه عدم اشراكه، لكن الملحوظ النهارده اللي مستر كولر اي حد من لعيبه الاهلي كان بيجي يتغير كان على طول بيتكلم مع كريستو وقفشه وطاهر كده في عمليات التنقلات كده او عمليه الباصات، كان بيطالب الثلاثه بالباص السريع قبل ما يتشاركوا قدام فيوتشر. الثلاث لعيبه بدا يتوجهوا لهم نفس التعليمات قبل مشاركتهم قدام فيوتشر. لكن طبعا خليني اقول لكم الاجواء بدات تشد جدا النهارده على دكه الاهلي في اللحظات الاخيره، وبدا يكون في بقى انفعال قوي جدا من مستر كولر اللي بدا يرمي الازازه كده على ارضيه الملعب بسبب اضاعه الوقت اللي بيعمله فيوتشر، واللي كان شايف اللي دوت يعني ما يتناسبش في اللحظات الاخيره مع المباراه وبدا يعترض
تعود وبدا ينفعل كده وبدا يرمي الازازه وبدا بقى يكون في اعتراض وبدا يكون في غضب قوي جدا على كهربا اللي بدا يقوم وبدا يزعق وبدا يطالب المسعفين اللي هم يعني يسرعوا في عمليات نزولهم كده لارضيه الملعب وبدا يعترض وبدا يزعق بشكل كبير جدا ليهم وده اللي خلى بقى الحكم الرابع راح لكهربا وبدا يطالبه بالهدوء وكان برده الانفعال والغضب دوت واضح على مستر كولر اللي بدا يطالبهم كده الحكم الرابع بالهدوء وبدا يطالبهم اللي هم يهدوا ويرجعوا كده وان الحكم او الوقت دوت كله الحكم هيحسبه في اللحظات الاخيره بدا اكتر من مره برده يعني لعيبه الاهلي تقوم وتتفاعل بقى في اللحظات الاخيره الدكتين في الدقائق الاخيره كده من المباراه واقفين دكه فيوتشر بتطالب الحكم بانهاء المباراه ودكه الاهلي بتتفاعل وبتطالب لعيبتهم بالتركيز لمحاوله خطف اللقاء في اللحظات الاخيره لكن طبعا اول لما انتهى المباراه سعاده قويه واضحه على كل لعيبه فيوتشر اللي بدات تهني بعض كده بالنتيجه النهارده وغضب واضح على كل لعيبه الاهلي وحزن واضح على لعيبه الاهلي اللي بيبدا حسين الشحات واكتر من حد من لعيبه الاهلي اتغدر في صوره حزن كبير جدا واضح بقى او بدا يتوجه ياسر ابراهيم واكتر من حد من لعيبه الاهلي لحكم اللقاء ويتكلموا معاه في الوقت الضايع وفي عمليه تعطيل الوقت اللي كان بيعملها لعيبه فيوتشر لكن كان في دعم كبير وكان في سعاده قويه على مدرب حراس فيوتشر وعلى يعني الحارس الثاني لفيوتشر كده اللي بداوا يتوجهوا لجنش وبداوا يحتفلوا معاه وبداوا على طول يهنوه بالاداء وبداوا يلتقطوا مع بعض صور تذكاريه وبدا بقى في اللحظه ديت احمد عبد القادر يتوجه عشان يهني جنش كده ويصافحه بعد نهايه المباراه وبدا على طول يظهر عليهم السعاده الكبيره على كل لعيبه جن يعني الفيوتشر مع جنش لكن خليني اقول لكم طبعا اللي بدا يكون في حوار خاص النهارده برده ما بين مستر كولر وما بين يعني اكتر من حد من دكه فيوتشر بعد نهايه المباراه وده برده اللي دخل فيه مدرب حراس الاهلي اللي كانوا بيوضحوا لهم اعتراضهم على عمليه اضاعه الوقت اللي كانوا بيعملوهم لعيبتهم كده في اللحظات الاخيره لكن النهارده بنقول له طبعا لكل لعيبه فيوتشر وكل مسؤولي فيوتشر النهارده مليون مبروك على النقطه الغاليه اللي بيخطفوها من الاهلي النهارده على ارضيه استاد السلام وهارد لك لكل لعيبه الاهلي ولكل جمهوره وكل مسؤوليه.